صباح الخير من الديمان إلى بكركي وعين تورة المتن وصولا إلى القليعة. المجتمع اللبناني كعادته منقسم بين قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وبين مناصرة المطران الحاج الذي تعرض لظلم لاحق ليس بشخصه وحسب بل بالإنسان المريض والجائع وبالبطريركية المارونية التي وكأنها تحمي العمالة بين مزدوجين، أو كأن المطران يلعبها من وراء ظهر بكركي فيتاجر مع إسرائيل ويعقد معها الصفقات التجارية بقيمة 450 ألف دولار ويتاجر بالأدوية العبرية المنشأ ويروج للعمالة أو للتطبيع مع إسرائيل في إيحاء للحاق بالركب الخليجي، كل ذلك لتوفير العناصر الجرمية لإعمال المادة 285 وما يليها من قانون العقوبات. لا يا سادة، القاضي عقيقي يعرف قبل غيره أن العناصر المادية غير متوفرة، كون المطران يسلم المراجع الأمنية لائحة بمفردات الموجودات والأمانات التي ينقلها، وبالتأكيد النية الجرمية منتفية ولا داعي حتى لطرحها. إذن المسألة سياسية بامتياز، وإذا كانت هذه الزيارة ليست الأولى للمطران الحاج إلا أنها قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهنا بيت القصيد. أما إذا كان البعض يطرح الدولة المدنية واسترجاع السلطات الممنوحة للكنائس والمشيخات، فلتكن هذه الدولة التي طال انتظارها، وليكن قضاء مستقل، ولتكن أجهزة أمنية متحررة من كل الوصايات، ولتكن معابر شرعية في المطار والمرفأ ومن وإلى سوريا. أهلا وسهلا بالدولة. ضيفي في حلقة اليوم السفير الدكتور خليل كرم رئيس الرابطة المارونية. دكتور صباح الخير. صباح النور. سيكون معي أيضا وزير الإعلام زياد مكاري عند العاشرة إلا ربعا. إذن مع السفير خليل كرم، والسؤال الأول: نحن في أزمة بين بعض الدولة وقد أقول كل الموارنة، كيف سيكون الحل؟ أظن أن الأزمة هي وطنية بامتياز. ما حصل مع المطران لا أظن أن لبناني واحد يهمه مصلحة، تهمه مصلحة البلد عموما يقبل بما حصل مع سيادة المطران موسى الحاج. أولا التوقيت مشبوه، الأسلوب مشبوه، كل شيء مشبوه، والمأساوي في لبنان كل شيء يصبح مترابطا حتى إذا لم يكن أصلا مترابطا. يعني تكلمتم الآن عن رئاسة عن انتخابات رئاسة الجمهورية، وأنا عليم أن فخامة الرئيس حاول ويحاول حل هذه القضية، وأنا مصر على تسمية قضية ما حصل مع سيادة المطران، إذ أن ما حصل ليس بالحادث وليس هو الأول. فنحن على صعيد الرابطة المارونية تواصلنا مع سيادته في الحادث الأخير، وطلب عندما أحيل على التحقيق، وطلب منا أن لا نعمل قضية كبرى منها، إذ جاءت وعود أن ذلك لن يتكرر، فإذا به يتكرر اليوم وأصبحت القضية في متناول الشعب والإعلام وحتى الإعلام الخارجي والغربي تحديدا، ونحن على أهبة القيام بحملة مع الإعلام الخارجي لكي يفهموا ما هي تلك هذه القضية وحيثياتها، علما أن الإعلام الخارجي لا يهتم كثيرا بأمور تعني الأحبار والرجال الدين إلا إذا كانت مرتبطة بالشأن العام، وهذه القضية مرتبطة بالشأن العام. إذن الرابطة المارونية أصدرت بيان قبل بيان البطريركية، المجمع الدائم للأساقفة برئاسة غبطة البطريرك، وأصدرت بيانا النهائي البارحة الذي أكيد اطلعتم عليه، وفندت فيه
كل الأمور المرتبطة بهذه القضية. البيان الأول سعادة السفير هل كان شوي معتدل أو أكاد أقول خجول بانتظار ما سيصدر عن ديمان أو عن بكركي؟ طبيعي، لأن تواصلنا مع بكركي وقالوا لنا لا تصدروا بيانا نهائيا قبل انتهاء عمل، وهذا شيء طبيعي إذا أن الشخص هو حبر ونائب بطريركي، ونائب بطريركي بمنطقة حساسة وخطيرة ألا وهي الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني مشان هيك كانت الأمور حذرة في بادئ الأمر لكي تكون الأمور واضحة، وأصدرنا البيان الذي هو أظن بيان كامل وشامل ويجيب على كل الأسئلة والتساؤلات. اللقاء مع الرئيس عون يعني المطران الحاج والمطران ميشيل عون يبدو كان مستفسر الرئيس عون أكثر من يعني موجه أو متحدث، وكأنه أراد أن يعرف المعطيات من المطران شخصيا، من المطران الحاج. برأيك وكأنه قيل إنه المطران إنه الرئيس الجمهوري نصح بعدم المواجهة، قد يوفد اليوم من يمثله إلى الديمان للقاء البطرك الراعي بغرض عدم التصعيد غدا، لا من خلال الحشد الشعبي ولا من خلال العظة. هل الحل هو بمواجهة القانون بالقانون؟ يعني كأنهم عم بيقولوا لبكركي تقدموا بدفوع شكلية وخلاص ونطوي الملف. الخطير في هذا الشأن أنه لا يجب أن يتكرر، يعني يجب أن تكون هذه القضية الحساسة التي انطلقت الاثنين أن تكون أمثولة للجميع على كل الصعد، ونحن دورنا أن نضيء على هذه القضية وأن لا ننسى ما حصل كي لا يتكرر. يعني أنا أفهم أنه أكيد لا بكركي تريد أن تفتح مشكل مع أحد، ولا الرئاسة ولا حتى الأحبار ولا حتى هو يعني المطران. يعني أنا والقاضي هلا القاضي امبارح وزير العدل أعلن أنه لا سلطة له على قرارات القضاء، عظيم. إنما في يعني اليوم كل قاضي عنده رأي استنسابي كمان، ونحن في لبنان نحن لا نطلب أن نتخطى القانون، بالعكس، إنما الأحبار يديرهم الدروا كانون جاي من كلمة قانون، مظبوط، وحضرتك دكتور أكيد في مش من كلمة مدفع، مظبوط، هيدي في كتير ما بيعرفوها. نعم. وحضرتك من أهم محامي لبنان، بقى أظن أنه القانون الذي أقر في لبنان بال 1991 يعني قبلت السلطات المدنية اللبنانية القانون الكنائس الشرقية، وهذا ما اتكل عليه ورجع إليه القاضي صوان في وقلناه في بيان الرابطة إنه القانون 1060 من مجموع قانون الكنائس الشرقية، وعمل قاضي التحقيق قراره الظني بتاريخ 5/5/22 امبارح، يعني منا قديمة القصة. ونظر من مفوض الحكومي في حين بعتك كان اسمه القاضي منى حنقور أو حنقير، أي يمكن هذه ما طلعت على كل التفاصيل، لأن كانوا اللي عم يهتموا بهذه الفقرة تحديدا محامين لأعضاء بالمجلس التنفيذي. على كل هلأ وصلنا لهون، الكل يريد حل، لا أحد يريد تفجير الأمور، لا ما عندنا ترف أنه نسمح كمان مصيبة زيادة، بس كل الناس لازم تفهم انه كفى، يعني ما بقى فينا نحمل ازمات متراكمة فوق ازمات الناس عندها مشاكل الحياتية اللي كلنا نحن مش من الناس، يعني كل يوم في مشكلة نزيد عليها هالمشكلة العويصة فينا نستغني عنها بقى. ويعني انا مصر كمان مرة رسالة اذا بتسمح من هالاسير تحديدا، انتو محطة مقاومة وأنا مصر أقول أنه بعشرينات القرن الماضي، ويمكن رح يتعبوا مني المستمعين لأنه صرت مرددة على أكثر من إذاعة وتلفزيون، بالقرن الماضي ميشيل شيحة اللي هو لاتين من أول الناس اللي حذروا
من خطورة الصهاينة على الوطن بلبنان وعلى كل الناس وعلى العالم العربي عموما وعلى اليهود تحديدا. وأكد هالشي نعوم جولدمان رئيس الوكالة اليهودية، التقى بكاراكاس فنزويلا بفترة قصيرة قبل حرب 67، التقى بمجموعة لبنانية بكاراكاس، وهديك الفترة كانوا اللبنانيين كتير قوية بفنزويلا، وكان الرئيس هو كالديرا، رافائيل كالديرا اللي كان محاط بلبنانيين عنده النفوذ وكذا، وهو ديمقراط كريتيان يعني قريب من أجواءنا وهيك. بقى كانوا هاللبنانيين وطلب يشوفهم نعوم جولدمان رئيس الوكالة اليهودية، يعني وقتها كان أقوى يهودي بالعالم لأنه هو اللي بيمول دولة إسرائيل. اعترف أمام هالجامعة، لأن كانت بلشت طبول الحرب تقرع بين إسرائيل ومصر وسوريا وغيره، ما كان بلشت الحرب بس كانت عن فترة كتير. إذا بعد في حدا عايش بيناتهم بيجيبون على المحاكمة يمكن. أنا عم قلت ما كان معه باسبور إسرائيلي. نعم. رجاء اعترف، وهيدي للتاريخ، قال مش خطأ حصول انه عملنا إسرائيل بنص هالعالم العربي، خطيئة، وهيدي رح ندفع حقها يوما ما نحن كيهود ملتزمين. نحن كان لازم نعمل دولتنا بمنطقة ما فيها بيئة مناوئة لها. أوف، شغلة كبيرة، رئيس الوكالة اليهودية، وهول اللبنانيين منو طالبين منه هالقد يعني، جايين يسمعوا له، ما منو طالبين منه هالتصريح الخطير لنعوم جولدمان. على كل خطورة القصة انه اليوم الحاكمين بإسرائيل اكيد لا قاريين نعوم جولدمان، وهن بعيد كل البعد عن الثقافة وعلم التاريخ وكل شي بدك، هودي جماعة ما بيعرفوا شي، مشان هيك بدهم يودوا المنطقة الى مقاسي. بقى مصر كمان اقول رسالة مهمة، انه رئيس الرسالة المارونية بحيفا الاب بولس عبود الغسطاوي، يعني من بلدة غسطة بكسروين، كان راهب ماروني لبناني مركزه بحيفا، عمل ثلاث محاضرات بعشرينيات القرن الماضي، وهالثلاث محاضرات أخذوا كتير مجد ونعرف فيهم كتير ونحكى فيهم بكل فلسطين، وشدد فيهم على خطورة المؤامرة الصهيونية على فلسطين وأنه بتأذي المسلمين والمسيحيين واليهود الأوادم. بقى هالشي زعج كتير الانتداب البريطاني وقتها، عملوا ضغط على الانتداب الفرنسي اللي كان بلبنان، وكانوا ينسقوا أكيد مع بعض، ليضغط على الكنيسة بلبنان ليسحبوا هالراهب المناضل يوسف عبود الغسطاوي. بقى بتمنى إخواننا بالوطن وشركائنا بالوطن، مش كل ما دق الكوز بالجرة يتهم المسيحي والماروني تحديدا ساعة بالخيانة ساعة بالعمل. نخلص بقى من هالقصة، نخلص بقى من هالقصة، وين كانوا كل الناس وقت كان هالإنسان وقت ترك حيفا؟ كل المشايخ، كل المشايخ نزلوا عملوا له وداع بمرفق حيفا، بعضهم لهلأ اللي بعضهم على قيد الحياة اللي سمعوا بهالقصة واللي ذكرها بمذكراته الأبيتي بولس نعمة. لننتهي من الملف الأول أو المحور الأول وننتقل إلى المحور الثاني اللي هو رئاسة الجمهورية، ثم الأخير اللي هو اليونسكو. بعض أسئلة سريعة سعادة السفير خليل كرم، هل الفاتيكان مثل ما أشرت حضرتك الفاتيكان مستاء وعمل تصريح القاصد الرسولي، لكن هل يصل الأمر عم ينحكى أنه سيستدعى السفير البابوي إلى روما للتشاور، وكأنه في رسالة ستوجه بهذا الإطار إلى الدولة اللبنانية؟ معلوماتي ما بتقول هيك، معلوماتي بعرف أنه هو خلص مهمته بلبنان ومنتقل على المكسيك، وطلبنا منه أنه يضل علاقة مع اللبنانيين بالمكسيك لأنه بيحرزوا عددهم كبير وملتزمين كنسيا، يعني نحن عندنا مطران بالمكسيك وعندنا مطرانية مش قديمة يعني تأسست بال 1999، بس انه يعني عندنا شغلة أساسية انه دايما منحب نحمل الفاتيكان أكتر ما بيحمل. يعني الفاتيكان أكيد ملتزم بقضية المطران لأنه المطران عنده لسي باسي دبلوماسي فاتيكاني،
ومثل كل اللي بيشتغلوا بالكنائس الكاثوليكية بالأراضي المحتلة كلهم تحت رعايته. بقى أنا شفته للقاصد الرسولي وكان أكيد مش مائز، وعمل تصريح تلفزيوني أعلن جهارا أنه هو بيعتبر شيء خطير، بيعتبر هالقضية خطيرة. هلأ رح يستدعوه للتشاور، هو عنده سفرة صغيرة بده يروح ويرجع، وبعدين يغادر نهائيا بأيلول المقبل إلى مكسيكو. إذن ما بتصور في استدعاء لهالشغلة تحديدا، أكيد رح يحكوا فيها وكل شيء، بس أنه منا القصة دراماتيكية بالنسبة لهم ليستدعوا السفير، لأنه الدولة اللبنانية منا عاملة مؤامرة على الكنيسة المارونية. ومبارح رئيس الجمهورية طلب يشوف المطران، وأكيد عم بيتدخل باللي بيقدر له ليحل هالقصة. بخبرتك يعني توليت لفترة الدبلوماسية اللبنانية بالفاتيكان، حادث من هالنوع اللي اعتبرته حضرتك أكثر من حادث قضية، وهو كذلك قضية، هل ينشئ أزمة دبلوماسية بين الفاتيكان ولبنان؟ الدبلوماسية الفاتيكانية هي دبلوماسية بتتحمل الضغط، الصدمات. أزمة لا، بس أكيد إنه خاصة على صعيد الكراد اللي بيهتموا بالشرق وكذا، أكيد رح يلحقوها باليوم وبالدقيقة وبالفاصلة، وأكيد هني على تواصل مع غبطة البطريرك، يعني ما في شك إنه كل هذه أمور مترابطة كنسيا. وأنا بعرف إنه هني بيتمنوا على قصة تنحل وما تتكرر، وهون بقدر أتحمل مسؤولية اللي عم بقوله إنه عدم تكرار ما حصل. سؤالين سريعين، الرئيس أو البطريرك الراعي هل مصر على تنحية القاضي فادي عقيقي؟ هلا هو أعلن ببينه بصراحة أنه بيتمنوا أنه يصير في تحقيق وتدابير مسلكية، اللي هني أنا ما بقدر اسمح لنفسي، لأن نحن مؤسسة الرابطة المارونية تحديدا كتير بهم القضاء، وكتير بهمها أن القضاء يكون منزه على كل التدخلات السياسية، وكتير بهمها أن القضاء يقف على إجره، لأنه يوما ما لبنان بده يرجع، وتقدر يرجع لبنان بحاجة لقضاء، ونحن عنا ثقة بالقضاء. يعني القضاء في كتير قضاة شرفاء، وكتير قضاة وطنيين، وكتير قضاة عندهم من العلم والمعرفة اللي بيقدروا يرجعوا يوقفوا القضاء على إجره. سؤال الأخير، الرجوع عن استدعاء المطران الحاج أمام القضاء العسكري لكن مصادرة الموجودات والأمانات، هل هذا حل؟ المصادرة حل؟ نعم. لا مش حل، أكيد مش حل، بدون يرجعوا ونحن مطالبين فيهم ببيننا وما رح نسكت. لا شو هالحكي، وعلما أنه ما بفتكر الأكترية من المستفيدين من هالمساعدات الإنسانية هني موارنة حسب ما فهمت، يعني ما عندي، رح يجي لعنا المطران بالأيام المقبلة رح نسأله هالتفاصيل، يعني على الأمور أكبر من هيك، بس بهمنا نسأله هالتفاصيل. يبدو الأكترية منهم من الموارنة، بس كأنه شيخ عقل الطائفة الدرزية تراجع عن موقفه الأول، أنه قال ما قلي عليه أنا بالأموال المشبوهة. لا، يمكن هاي المواقف مرتبطة بتطور القصة إلى 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 إلى, إلى مشكل سياسي بالبلد. بفتكر كل الناس صار بدها أنه ما تصب الزيت على النار. سؤال الأخير في هذا المحور الأول، هل الرابطة المارونية مع قيام دولة مدنية؟ هي اسمها رابطة مارونية، بس بالفعل هي رابطة وطنية. يعني نحن مثلا وقت اللي أيام الرئيس الهريوي الله يرحمه والله يرحم ضبطة أبينا البطريرك سبير، حكى بالزواج المدني مثلا، نحن وقت عملنا لجنة بهديك المرحلة مشان تواكب هالقصة، وكان الشريعة مش على المبدأ، كان هل يجب أن يكون إلزامي أو اختياري. انتبه، كان وقت النقاش هل هالزواج بده يكون إلزامي إجباري أو اختياري. حتى البطريرك قال ليه عم نكذب على بعض، عم بيروحوا هالشباب يتزوجوا بقبرص، عمل إزلي بده يعملوا له حل هون وخلصت القصة. بس وقت الشهيد الرئيس الحريري ما شجع، بفتكر حتى طلع عند سيدنا البطرك وقال له اجله، وهي ما مش وقتها هلا وفي غير امور اهم وفي كذا. بقى الدوله المدنيه اكيد هي الحل لكل شيء بالشرق، وهيدي حضرت مؤتمر بالامارات من كم سنه. هلا اكيد وجهت بمعارضه كبيره، لانه الانظمه ما بنسبها هالشيء،
بس هو إذا بدك الحل النهائي لمشاكل الشرق هو دول مدنية. أتابع إذن مع السفير الدكتور خليل كرم رئيس الرابطة المارونية، وإلى المحور الثاني حول رئاسة الجمهورية. أي دور للرابطة في استحقاق رئاسة الجمهورية ونحن يبدو على أبواب أزمة تتجدد كل 6 سنوات وقد يقع لبنان في الفراغ الرئاسي مجددا؟ هلأ الرابطة المارونية أكيد هاجسها أنه ما يكون في فراغ، يعني عندما تتكلم أستاذ جورج أو دكتور جورج عن أزمة يعني فراغ، والفراغ هو مضر بكل أطياف لبنان ليس فقط بالموارنة. هلأ بما أنه المنصب هو للموارنة هم المتضررين الأوائل، بس أنه المشكل هو على الجميع. أكيد سنقوم بكل ما يلزم وننصح الجميع أن يتم هذا الاستحقاق، وأنا إحساسي أنه سيتم هذا الاستحقاق. لا ليس لنا الترف أن نتهاون في هذه القضية، وأظن أنه كل العالم أجمع مصر على أن يتم هذا الاستحقاق. يعني بالسابق كان يبقى انه ماشي الحال، هلا مش ماشي الحال. يعني هلا الدول والامم المتحده وكل الناس عم تقول كيف صار بالانتخابات النيابيه، كان في كتير ناس عندها رهان انه ما رح تحصل انتخابات نيابيه ورح تفشل، رح يصير مشاكل امنيه وعارف شو. ما صار شيء، صارت الانتخابات النيابيه وصار مجلس جديد. هلا مجلس جديد مين الاكتريه ما بنعرف، بس حصلت، نحن منحترم نتائجها. وهلأ شو بيمنع تعمل انتخابات رئاسية؟ الانتخابات النيابية أصعب لأنه عم تجي على كل الوطن وانعملت بيوم واحد، اللي هو تحدي كتير كبير. وأنا كنت عتلين هم أنه بيوم واحد يعني كيف هالقوى الأمنية المنهكة بدها تلحق على كل وزارة الداخلية. وهوني مصر هني وزارة الداخلية والقوى الأمنية والقضاء وكل الناس أنه أنجزوا بوضع مأزوم، ما في مال، ما في إمكانيات، ما في شيء. يعني إذا بتقرأ نتائج المجموعات اللي إجت لمراقبة الانتخابات، شو يعني التجاوزات وكذا ما بينحكى فيها. يعني أنا كنت بمرتين على أيام الفرنكوفونية روح راقب انتخابات بدول بأفريقيا وهيك، ما في نسبة. يعني نحن 1% من التجاوزات اللي كنا نشوفها بالكذا. بقى هلأ ما في شيء بيمنع أنه تحصل انتخابات رئاسية، وإن شاء الله تحصل ورح تحصل. مش مطلوب يعني منك سعادة السفير الاسم الثلاثي للرئيس المقبل، ولكن أي رئيس اليوم هو مناسب للبنان؟ سياسي، عسكري، اقتصادي، ملون، متلون، صاحب موقف؟ هلا نحن رابطة مارونية، يعني نحن وعنا كل الأطياف ضمن 1244 عضو. لبنان ما في نقص بالنخب، وهيدا بفاجئ الأجانب إنه منجي نحن بالمشاكل اللي بتكون عنا وبخبرتهم مع اللبنانيين اللي عندهم. مظبوط حضرتك بعدك عم تقلي انه عم تعطي استشارات لأجانب، يعني عم بيستفيدوا من الخبرات اللبنانية لدولهم. مظبوط نحن عنا تخمة، عنا فائد بالناس اللي خارج يستلموا القيادة وكذا، فائد، ومصر على كلمة فائد لأنه أنا وقت كنت سفير باليونسكو كان عندي فائد جماعة المسرح، جماعة الغناء، جماعة الموسيقى، جماعة الكتاب، كيف بدي لحق عليهم. وصلت بالآخر لعدد 400 من اللي عايشين بمنطقة إيل دي فرانس، ما لحق. بقى عنا تخمة، ما عنا نقص، بالعكس. بس المشكلة إنه بدك تلاقي الشخص الجامع اللي هو بدهم يتوافقوا حوالي الكل، لأنه شئت أم أبيت أنت ببلد آخر المطاف. هلأ يمكن هيدا شيء منيح، ويمكن يكون شيء كمان إنه ما فيك تجي بالكسر وبالتحدي، بدك تجيب حدا. أكيد هيدا لا يعني إنه يكون ضعيف،
بس انه اليوم بده يكون عنده من الخبرة ومن ومن القوة الشخصية اكيد ومن الثقافة. معليش انا مسترجع جيب لي للبابا فرانسيس امبارح من جامعتين بعتها للبنان، الثقافة هي الحل لكتير من مشاكلكم، الثقافة هي الحل لكتير من مشاكلكم، وانا مصر على شيء. يعني بده يجي شخصية مهمة كبيرة واسعة الاتصالات واسعة المعرفة واسعة كذا وبتحكم لبنان، لبنان كله 10452 كيلومتر يعني قد البريطاني بفرنسا. بقى ما تعتل هم، في تخمة، في تخمة شخصيات. بالماضي كانت بكركي تختصر المواريني بالأقطاب المواريني الأربعة وتعمل لهم اجتماعات، برأيك بعد هذه المعادلة صالحة؟ هلا انتبه، القيادات المارونية الأساسية أكيد رح يكون لها دور أساسي بتسمية الرئيس. نحن بديمقراطية، صحيح ديمقراطيتنا توافقية بس عن نص مش توافقية، بس آخر المطاف انت ببلد طائفي الهوى بدها الطائفة تبع الرئيس يكون إلى رأي، ان كان البطريرك او القوى المسيحية الاساسية بالبلد. اكيد ما فيك تجيب شخص يتحدى هالقوى، ما بيقدر يحكم، يعني بده يجي يكون مسنود على دعم من هالقوى ليقدر يقولوا لبقية الشركاء بالوطن المسيحيين نقوا فلان، انتوا عم بتنقوا رئيس الحكومة، انتوا عم بتنقوا رئيس المجلس، والمسيحيين توافقوا على فلان. اكيد بده يكون في شيء من هيدا. هلأ شو الالية وشو الاسلوب بنا صعبة. الرابطة المارونية تقف على الحياد، يعني على مسافة واحدة من جميع المرشحين، حتى لو تبنى السيد حسن نصر الله ترشيح سليمان فرنشي برضا او بعدم رضا جبران باسيل. هيدي كتير صعبة على الرابطة تفوت بهيك نوع انتقاء. يعني أنا سمعت قسم من حديث الوزير باسيل امبارح بهالخصوص للمنار على المنار مظبوط مع عماد، بقى سمعت قسم منها يعني هلأ كيف رح تكون الترتيب بعدين. مثل ما عم بقلك انه اليوم الوزير باسيل عنده وزنه، الدكتور جعجع عنده وزنه، الرئيس جميل عنده وزنه، الوزير فرنجي عنده وزنه، انه ما فيك تهرب من هالشي. يعني الحلم اكيد القيادات المسيحية الاساسية تجتمع عند سيدنا البطرك ويصالوا لإكس لشخص يكون هو خلاصة هالاجتماع، هيدا الافضل يعني من انه يجي التسمية من خارج المنظومة المسيحية. وهي هون بفتكر رح يكون في دور للرابطة بهالنقطة تحديدا. ما عم بوسع يعني، أنا جاي على الأرض يعني بعرف شو إمكانياتنا وشو محدودية دورنا. بقى نحنا أكيد بهمنا أنه يكون القرار مسيحي صرف. الحياد اللي أعلنه البطريرك الراعي، هل هو نظام قابل للحياة في لبنان؟ هلأ ليك، نحنا إن كان المؤتمر الدولي أو الحياد نحن عم نساعد سيدنا بمكتبنا بالخارج مشان تسويق الفكرة. هلأ لوين فينا نوصل؟ أكيد في ضوابط هون، يعني اليوم الضوابط هي بالنسبة لوضع لبنان تجاه جيرانه. يعني اليوم الحياد بده يكون في حد أدنى من الرضوخ بين هلالين للدول اللي هي محيطة بهالبلد، وهالشي مضمون من الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة عم بتقول أنتوا بحالة هدنة مع إسرائيل، يعني 49، ومع سوريا أكيد سوريا دولة شقيقة، بس أنه عندكم مشكلة حدودية مع سوريا مش محسومة. وإذا بدكم ينعمل حياد مش تحييد، في فرق لغوي وفعلي، بدها تكون القصة مشغولة أكتر من هيك، وبدها لوبيينج مع الدول قبل ما تجوا على السكرتارية بالأمم المتحدة. وهيدا رأي كمان القاصد الرسولي بالأمم المتحدة كاتشا اللي كان بلبنان قعد 8 سنين هون، بقى إنه لازم تنشغل بطريقة اللوبيينج مع الدول الصديقة للبنان. هلأ البطرك أكيد شلح هالفكرة اللي هي صائبة ومفيدة وتفيد لبنان، يعني ما بيسوى ينقصموا عليها اللبنانيين، مضرب مصلحتهم.
بالعكس نحن عنا مصلحة اقتصادية وتجارية وسياسية وأمنية إنه يكون هالشي ضابط. بقى على صعيد المؤتمر الدولي مرتبط بقصة الحيات. يعني اليوم مؤتمر دولي لشو؟ إنه نحن ما عم نقدر نقعد مع بعض، مش هيك؟ تعالوا عملوا مؤتمر دولي. طيب إذا عملنا مؤتمر دولي وجوا علقنا، في شغل كمان داخلي، يعني ما لازم نهرب من المسؤولية. نحن الغرب اليوم ملهي بمشاكل يمكن تودي إلى حرب عالمية ثالثة. مبارح إنه عملوا هيصة بأوروبا إنه قدروا حلوا قسم من مشكلة الحبوب. الغاز هلأ ما بيعرفوا شو بيصير، يمكن الشتوية ما يكون عندهم غاز. يعني عندهم مشاكل كتير كبيرة. يعني ما فيني أتأمل، يعني اليوم نحن نهار السبت 23 تموز، ما فيني أقول إنه الغرب ما عم بينام الليل بسبب مشاكلنا. صراحة أنا شخصيا تابعت الشق اللي له دخل بالتربية والتعليم العالي بمهمة بيير ديوكان، اليوم قسم قسم بس بالنسبة إلي حيوي، لأنه لبنان شو خصوصيته؟ أكيد عنا مشكلة الخبز ومشكلة الأكل ومشكلة المحروقات كذا، بس أنا حطيت همي قبل ما أعمل رئيس رابطة أنه واكب سادر، وهو بالنسبة للشق المتعلق بالتربية والتعليم العالي. عطيونا مساعدات الفرنسيين، ما نطروا قرارات الدول المانحة لأنه حسوا أنه القصة داهمة، ما فيهم رح تسكر المدارس للمؤسسات الفرانكوفونية الأومولوجي، ما شو بتقلها بالعربي no. المؤسسات الأومولوجي عطيون على مرحلتين قيمة بتحرز، بالنسبة لهم يمكن ما بتحرز بس أنه بأزمة اقتصادية كبيرة، يعني عم بيجوا يبدوك على أولوياتهم، وهي شغلة منقدر لهم إياها، ما لازم ننسى. بقى إجا ديوكان هلأ مزبوط، وديوكان عم بيرجع يحرك قصة الإصلاحات وكذا، لأنه هني معتبرين أنه أولوية الاتفاق مع صندوق النقد، أنه اتفاق صندوق النقد بيجيب، ما رح يجيب كتير مصاري، يعني نحن ما لازم نحلم، صندوق النقد رح يجيب لنا ماكسيموم 3-4 مليار 3.5 إذا شقت حيلة، بس في وعد ما عارف إذا فيني أقوله على الهواء انه يغلقون على العشرين، لانه لبنان حسب كل الدراسات الجدية اللي انعملت يرجع يقلع بحاجة لعشرين. انما 3 مليار اهميتها تحفز ليجوا 17، وهيدا معلومة مؤكدة. دونك الاتفاق مع صندوق النقد هلأ اكيد في كتير اختصاصيين، انا مني اختصاصي، بيقولوا انه اتفاقية صندوق النقد تأذي البلدين، مكلفة على أكثر من صعيد، مؤلمة مزبوط، بس نحن وين؟ هل عنا طرف إنه نقول ما بدنا وكذا؟ هيدي شغلة. تاني شغلة، أنا متفائل جدا بقصة الغاز، كلام السفيرة الفرنسية كريم توتال، وهلأ في شخصين من توتال هون إنه هن جاهزين، مش مزبوط. صحيح توتال ما عنده ببرنامجها لل 2022 شيء عن لبنان، بس هي بتتغير بكبسة زر إذا صار في الاتفاق السياسي على الترسيم، وإحساسي وبفتكر كل الفرقاء صاروا متفاهمين إنه على هالشغلة، لأنه ما بقى عنا كتير وقت استفادة من الغاز، لأنه عاطي حالة أوروبا لل 2035 استعمال غاز، بعدين طاقة بديلة. طاقة بديلة شو يعني؟ شو بيبقى لنا يا أستاذ جورج إذا نحن هلأ تنبلش نعمل ونصدر إدي؟ شو بيبقى لك بعدين 15 سنة؟ ماشي مهم، بس بالنسبة لنا مهمي بوضعنا الحالي اللي نحن فيه. دكتور خليل كرم، بموضوع آخر إذا بتسمح لي بلش بالتجنيس توصل للجنسية، برأيك مرسوم التجنيس على دفعات نسف المعادلة الديموغرافية في لبنان إلى غير رجعة؟ إيه طبيعي، هيدي نحن الرابطة المارونية قامت دعوة، وهون أنا مصر أقدم تحية للرئيس اللي جيت من بعده الأستاذ نعطله أبي ناصر، والمحامين اللي ساعدوه القاضي زخور والأستاذ ثابت والأستاذ عقل، كلهم اشتغلوا وربحنا الدعوة بال 2003 بتعرف. هلأ ما صار في وقف تنفيذ، بقى هي مشكلة، لأنه بال 94 طلع المرسوم، 96 راحوا صوتوا، وبانتخابات الألفين صوتوا وغيروا معادلات، غيروا معادلات، وانت بتعرف شو صار. هلأ صار اللي صار، بس ما رح نستسلم. هلأ عم نشتغل
لنشوف كيف فينا نصحح بعض الأمور. هلأ طلع قانون بالسنة 2015، هو قانون معجل رقم 41، وهالقانون هو لاستعادة الجنسية لنوعا ما يعوضوا عن الناس اللي ما لحقوا حالهم قبل. بس شو حصل؟ انه هالقانون فيه لغم اللي هو العشر سنوات، وانا صرت مرددها كتير ومصر رددها تضل بذهن المسؤولين، لانه هلأ بدي اطلب واتمنى عن النواب انه يعدلوا، لانه في هالعشر سنوات راح منهم 3 سنين كورونا. العشر سنوات راح منهم 3 سنين كورونا ويمكن أكتر، ما بنعرف. يعني هالقانون اللي بل 41 اللي بلش بال 2015 بينتهي بال 2025، مظبوط؟ وفي ثورة كمان، ثورة وكورونا، شو بقى؟ ما بقى شيء. بدنا نعمل جهد هلأ كتير ضغط يعني إذا بدك لنقدر نمدد مفعول القانون المعجل 41 ليقدروا هل اللبنانيين اللي بدهم يستعيدوا الجنسية. وأنا بعرف إنه في كتار بيعرفوا شو أهمية استعادة الجنسية، ونحن ما بقى يعني هني ما بقى عندهم خوف من هالشي. قبل كانوا يخافوا على أولادهم من التجنيد من الخدمة العسكرية، يخافوا كذا. هلأ فهموا شو أهميتها. إذا عندهم أملاك بلبنان بدهم يورطوا أولادهم أحفادهم اللي هني إذا ما كانوا لبنانيين صعب كتير، وبيقدروا يستعيدوا الجنسية اللبنانية ويحطوا أموالهم بمصارف غير لبنانية، يستفلوا يعني إحنا من عليهم، بس يعطونا قسم صغير لمعاشر يعني. هلأ بين مزدوجين أنا دكتور كرم أستاء من شغلتين بالدستور، انه لما بيذكروا لبنان وطن نهائي كانه يعني لبنان يعني قيد الدرس او مكتوم القيد، ووقت بيقبولي على اخراج الايد لبناني منذ اكثر من 10 سنوات كمان، هذا شيء مهين. سعادة السفير، بايضا موضوع الرابطه المارونيه، هل الرابطه مع مراسيم التجنيس التي يصدرها رئيس الجمهورية، كل رئيس جمهورية عادة بنهاية ولايته؟ ليك نحن هلا كمان اي يعني الرئيس بعد بقي له هالكم شغله له حق فيهم، له حق بهالفرضيه، هي فرضيه انا سمعتها مثل كل الناس. لا مش عم بحكي عن الرئيس عون، عن اي رئيس جمهورية عادة باخر ولايته بيعمل مرسوم تجنيس. نحن عم نحاول نقنع اذا في من مرسوم، هالمرسوم يكون للبنانيين، يكون نوع من استعادة جنسية. إذا في من مرسوم ولا سبد، يكون هالمرسوم هو يتجه وموجه نحو استعادة جنسية أكثر مما هو يكون تجنيس. أوكي. بقى هلأ عم بيدغدغولنا مشاعرنا أنه يمكن يكون هودا كله قراءات صحف، يعني ما عندي شيء ملموس أنه هو يمكن يكون فيهم مسيحيين وما بعرف شو. أوكي عظيم، أهلا وسهلا، إنما أنا عندي أولوية اللي هي اللبنانيين يستعيدوا جنسيتهم. بالمحور الأخير طبعا رح نحكي عن ولايتك كمندوب دائم للبنان في اليونسكو. تفضلت حضرتك وحكيت شوي عن اهتمامك مع السادر مع دوكان، عن البعد الثقافي والتربوي والتمويل في هذا الاتجاه منعا للانهيار الكبير بالصروح التربوي والتعليم العالي في لبنان، الإنجازات اللي تحققت باليونسكو. بس خليني أسأل بداية، هل موقع لبنان بتقديرك الثقافي تراجع بسبب التراجع المالي والانهيار السياسي في البلد؟ بتمنى يكون عندي وقت أقول شغلة كتير مهمة. هي بتعطي شو مشكلتنا اليوم بلبنان؟ ثقة مفقودة وأمل مفقود. أنا طلع مرسوم تعييني، أنا من خارج الملك عينت، كنت نائب رئيس جامعة يسوعية مسؤول عن الفرنكوفونية بالممثل الرئيس سليمان بالمنظمة الفرنكوفونية، عيني رئيس من خارج الملك باليونسكو سفير مندوب دائم عظيم. هالقصة اكتشفت هونيك انه بعده صيت لبنان ونفوذ لبنان وقوة لبنان بهالمعقل التربوي الثقافي العلمي الكبير مش مدقور. وهيدا انا ورثت كبار مرقوا هونيكي ونشطت هالشي. اوكي، بس استعملت ارث
أول شيء ترشحنا على كل المراكز وربحناها. هلأ كيف ربحناها؟ ميل ما كان فيه، كنا نعمل معارك من دون ميل، ربحناها لأنه كان يبقى في خاصة أمريكا اللاتينية كانوا يبقوا السفراء يا أصلاً لبنانيين من أصول لبنانية، مثلاً البرازيل كانت سيدة لبنانية وسفيرهم بفرنسا كمان أصول لبنانية من بيت البستاني وهي من بيت صغيب، بالأرجنتين كان لبناني من بيت نجمي، كان عندنا شي 10 سفراء من أمريكا اللاتينية من أصول لبنانية اشتغلوا على البقوة، سكرنا أمريكا اللاتينية. أنا بما أنه كنت قبل بالفرنكوفوني جبنا كتير الأصوات الأكترية من الفرنكوفوني، نوك استرجعنا موقعنا بالتراث العالمي بأصوات شاسعة فرق. رجعنا إلى المجلس التنفيذي لأنه كنا قبل نتراجع بسبب الحروب بلبنان، يعني ما يكون عندنا أولوية إنه نسترجع مواقع برا وكذا، يعني بقى ملهيين بمصيبنا هون، بقى استرجعنا كلها وهيدا عطيني نخوة وعطيني ثقة إنه لا بعده لبنان. وثقبت على فترتي، صار أكاديميسيان أمين معلوف، ربحنا كذا بالموسيقى بالتياتر يعني بين لنا قديش القوة الفظيعة للبنانيين اللي هن بمضمار اختصاصات اليونسكو اللي هي الثقافة والتعليم والعلوم والمعلوماتية، كمان معلوماتية محلقين اللبنانيين. وبكل تواضع رجعنا مشينا باليونسكو اليوم العالمي للفلسفة وجبنا فلسفة من لبنان، كانوا ناسيين الفلسفة، عمل فلسفة عندها أجوبة لأكترية العلوم ما عندهم أجوبة إلها، رجعنا حركنا. يعني كان دور مؤثر لأصغر بلد من أصغر البلدين باليونسكو، كان فاعل قد أكبر البلدين. بعدين حتى كمان اشتغلت للدول العربية، قريت بإحدى المجلات الأجنبية أنه اهتميت بموقع أور في واللغة اللغة العربية، وعملنا اليوم العالمي للغة العربية ب 18 ديسمبر، صار في يوم عالمي للغة العربية وجبنا معارض رسم انطلاقا من الحرف العربي ويربحوا دائما اللبنانيين. وجبنا الزجل، يعني الزجل اللي هو جوت بوبولير بأوروبا، شغلة مهمة، انعمل دراسة مهمة هون وزارة الثقافة، اللجنة الوطنية لليونسكو، كلهم اشتغلوا، دخل الزجل إلى التراث العالمي الغير مادي الزجل اللبناني، ودخل من أول كانديداتور، من أول ترشيح. بختام هذه الحلقة، الكلمة الأخيرة لك سعادة السفير خليل كرم، رئيس الرابطة المارونية البترك اليومشي على كسروان. مفروض عندنا مشروع كتير كبير لتنشيط الزراعة، وهو كان وراه وساعدنا فيه المونسينيور المرحوم توفيق أبو هدير، بقى حضورنا رمزي اليوم أنه ضروري نكون بهالحفلة، ومفروض يجي سيدنا، لحد هلا ما قالوا لنا مش جاي. يعني حضرتك هلا متوجه على كسروان. نعم بسرعة. بدي اشكرك انا رئيس الرابطة المارونية السفير الدكتور خليل كرم. نتابع الحلقة في المحور الاخير مع وزير الاعلام زياد مكاري والنائب ملحم خلف. شكرا سعادة. بنحييهم. نتابع الحلقة ومعي مباشرة معالي وزير الإعلام أستاذ زياد مكاري. صباح الخير. صباح النور. طبعا إضراب عام في أنحاء الجمهورية، كل موظفي الإدارة، موظفي وزارة التربية، الجامعة اللبنانية وأيضا الوكالة الوطنية، وحضرتك أعلنت بشخصك عن إضراب موظفي الوكالة الوطنية وكأنك يعني تتبنى هذا الإضراب، ماذا تقول معالي الوزير؟ يعني بالحقيقة أنا كوزير ما لي حق أتبنى هيك إضراب، بس صراحة بتبنين بلا، لأنه اعتبرنا حالنا من وقت بلشت الأزمة ووقت أنا استلمت جسم واحد إحنا والموظفين، حاولنا نعمل كل شيء ما طلع بإيدنا للأسف. وبطبيعة الحال أكيد أنا أعلنت قصد أقول إنه نحن متضامنين معهم لأبعد الحدود للموظفين، وهني بيعرفوا هالشيء وبيحسوه يومياً خلال علاقتي فيهم من خلال أدائي الوقت الجيد على الوزارة.
يعني أرسلت سابقة مشجعة من هنيك عليها. وزير المال يقول اليوم أنه متفائل جدا ويبدو أنه في تواصل وفي بوادر حل. هل حضرتك بالجو؟ ايه انا بالجو يعني الدكتور رئيس مئاتي ما يعني عم يشتغل ليل نهار هيدا الموضوع، لانه ما بيتعلق بس بموظفين الوكالة، بيتعلق بكل موظفين الدولة والإدارة العامة. يعني الشلل رح يضرب البلد كله سوا اذا ما صار في حلول. بعتقد انه التنين مفترض، يعني انا بل هيك انتبه على كلماتي، مفترض يكون في حل للإدارة للموظفين وتبلش تحلحل الامور شوي شوي. طبعا هذا الحل بيكون بالتنسيق مع وزير المال، يعني بطبيعه الحال لانه كل القصه بوزاره الماليه. يعني فينا نتوقع بدايه العمل بشكل شبه طبيعي في ادارات الدوله اعتبارا من الاسبوع المقبل؟ يعني نتمنى هالشيء، يعني انا بطبيعتي بضل متفائل وبضل عندي امل وبضل ايجابي وبتمسك باي شيء منيح، عرفت؟ بنضل مستمر لانه الوضع منه طبيعي، الوضع استثنائي واول مره بتاريخ البلد وصل لهالمستوى المتدني من كل شيء. يعني وزير الإعلام هو لامتصاص الصدمات والتخفيف من الأزمات. الوزير الفرنجي قال أنا مع المطران ضد ما حصل معه. برأيك كيف رح تتعالج الأزمة؟ يعني هلا أول شيء لازم تروق القصص، عرفت؟ لأنه يعني الشيء كمان اللي صار امبارح أنا برأيي كان ما بعرف كيف بدي اوصف. يعني هون انا بس توصل الامور للطائفيه انا شخصيا ما بلاقي حالي فيها ابدا، لا بلاقي حالي بس يصير في كثير مزايدات. موضوع اكيد صار في خطا، الخطا ببين. يعني انا ما بدي اتهم حدا ولا بدي اتهم قضاء ولا بدي اتهم اجهزه امنيه ولا حتى بدي اتهم مطران بالموضوع. انا برايي امور من هالنوع تنحل بهدوء على الرواق. يعني هلا يومين ثلاثه بتبلش تروق الامور وبتنشغل بالهدف. البلد ما بيحمل، يعني عرفت، البلد ما بيحمل مزايدات ولا بيحمل طائفية ولا بيحمل تشنج. واللي شفناه امبارح عن جد ما كان حلو ابدا. انا شخصيا بقول لك من مدرسة كتير بعيدة عن الطائفية وكتير بعيدة عن المزايدات، وبقدر وضع البلد داش ودقيق داش المسؤولين لازم يكونوا حريصين على وحدته. يبدو انقطع الاتصال مع وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري، وسيكون الضيف الأخير في هذه الحلقة النائب ملحم خلف. الاتصال بالنائب ملحم خلف سيتمحور حول اقتراح القانون الذي تقدم به مع مجموعة من نواب التغيير حول الضوابط الواجب وضعها لمنع التصرف بالموجودات من الذهب في مصرف لبنان إلا بنص تشريعي صادر عن مجلس النواب. سأسأل النائب خلف بس يصير معنا، ما هي الآلية المعتمدة اليوم؟ هل حاكم مصرف لبنان قادر أن يتصرف بالذهب كما يريد؟ هل الحكومة قادرة؟ معي مباشرة إذن النقيب ملحم خلف. نقيب صباح الخير. أعدنا الاتصال إذن بوزير الإعلام استاذ زياد مكاري، عفوا انقطع يبدو الاتصال. السؤال الأخير اللي بدي أسألك إياه، هل بدأ العد العكسي لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ طبعاً. وهل الوزير سليمان فرنجي مرشح نهائي للرئاسة؟ استاذ مثل ما بتعرف نحن بأول أيلول هي أول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. يعني نحن عم نحكي عن شهر وجمعة، عرفت؟ يعني بعد 40 يوم بلش انتخابات الرئاسية وأكيد في مرشحين، وزير فرنجي أحد المرشحين الأساسيين. هو ما بيخفي هيدا الموضوع، هو مثل ما بيقولوا كمان مرشح طبيعي وحيكون مرشح جدي كتير. هل سيكون مرشح فئة؟ هل سيشتغل على تأمين التواصل مع كل الفرقاء وتحديدا المسيحيين منهم؟ وهل حلت الأزمة بينه وبين الوزير جبران باسيل؟ وهذا هو سؤالي الأخير. انا بقول لك شيء، انه الوزير فرنجي هو السياسيين يلي عندهم تواصل مع كل الاطراف، بيقدر يحكي مع كل الاطراف ومنا مقطوع على القصص بينه وبين الافرقاء السياسيين كلهم سوا. وهيدي احد نقاط قوته. اثنين، بموضوع الوزير باسيل،
خليني أقول إنه على السكة، يعني الموضوع ما بيخلص هيك يعني من ليل من نهار لتاني. تعرف إنه كانت الأزمة عمرها خمس سنين كمان، إنه بس أكيد الأمور أحسن والأمور إن شاء الله على تحسن، وفي إرادة أنا بشوف إنه تكون الأمور أضبط بين الفريقين. بتشجع الوزير الفرنجية على الرئاسة وهو سيستلم جمهورية منهارة؟ يعني هيدي مسؤولية سياسية ورسالة، وخاصة بهيدي الظروف. أنا بشوف كمان إنه إذا الرئيس إذا الوزير الفرنجية وصل على الرئاسة، أكيد هو بيعرف وفكر تماما بالبلد وبمسائل البلد وعيش الجو يوميا. وأنا بشوف كمان إنه كل رئيس جديد أكيد بيجي مدعوم إقليميا، بيجي مدعوم من المجتمع الدولي، وهيدا شيء إن شاء الله بيكون إيجابي، وإن شاء الله بيكون عامل ثقة، يعني ترشيحه يكون عامل ثقة أمام الدول لنتساعد، لأنه وحدنا خلص يعني العملية كتير صعبة إنه نقدر ننهض بلبنان هيك بهالسهولة وبهذه السرعة. بلد كتير 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 بده شغل، بده إعادة نظر بالنظام تبعه، بده إعادة نظر بالأداء السياسي، بنظرته للأمور الإقليمية، لكل شيء صراحة. نعم. يعني كيف ما بتضرب عندك مشكلة، عندك مشكلة وعندك ضرر وعندك نظرة مختلفة، واللبنانيين منقسمين، يعني ما عم بقول لك رح تكون مهمة هينة وسهلة، إنما خلص إذا مقرر وعنده النية نحن بنكون إلى جنبه، ومفروض إنه اللبنانيين يتوحدوا حول الرئيس أيا يكن على كل الأحوال. يعني بدي أشكرك أنا معالي وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري. أنهي الحلقة مع النائب النقيب ملحم خلف. صباح الخير سعادة النائب. صباح النور. طبعا الاتصال هو تنركز معك على اقتراح القانون اللي تقدمت فيه مع بعض الزملاء النواب حول يعني وضع ضوابط لبيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان. سؤالي سعادة النقيب من شئين، كيف اليوم آلية التصرف بالذهب؟ هل الحاكم قادر أن يتصرف؟ هل الحكومة؟ وتوقيت هذا الطرح اقتراح القانون، هل في خشية من التلاعب أو التصرف بالموجودات الذهبية؟ أول شيء شكرا للاتصال دكتور يزبك، محبتك كبيرة، وشكرا لتسمح لي أن أقدر أحكي عبر هذا الأثير وخاصة مع المواطنين. قد يكون في بعض الأمور أنه لماذا نتكلم اليوم عن التصرف بالذهب، خاصة أنه هناك قانون سابق وهذا القانون موجود ويمنع بشكل قاطع التصرف بالذهب. الموجودات الذهبية لم يكن يعني لدينا أي خشية من المقاربة لو لم نسمع كلام بسعادة نائب الرئيس الحكومة، يلي خلال محاضرة داخل الجامعة اليسوعية سئل عن كيفية إتمام تسديد أو إعادة تسديد بعض الأموال المودعين، فأجاب بأن هناك 17 مليون مليار من الذهب. هذه خشية كبيرة، ولو بعدين إجا ليستلحق هذا الكلام ويقول أن ليس هناك من أي نية للتصرف بهذا الذهب، إنما من يتكلم عن هذا الموضوع أشعرنا أن هناك يعني ضرورة لمعاودة التأكيد على ليس فقط التصرف، وهون إجت الفكرة بكيفية حماية أو اعتماد حماية أكبر لما هو قائم بالقانون عدم التصرف. هناك ثلاث أفكار إضافية انوضعت بهذا التعديل. نحن عاملين تعديل للقانون الذي يؤكد بمبدأ أساسي أن هناك أمر يتعلق يعني المنع المطلق للتصرف بالموجودات الذهبية. إنما تبين إلا أنه هذا لا يكفي، فعملنا ثلاث أفكار إضافية. الفكرة الأولى هي توسيع مدى تطبيق هذا المنع. لكن أول فكرة توسيع مدى تطبيق هذا المنع ليشمل ليس فقط التصرف بالقانون مثل ما حضرتك بتعرف كثير منيح أنه التصرف هو البيع، إنما لم يكن
يشير هذا القانون لا إلى أي أعباء مالية أو مادية أخرى ترهق الموجودات الذهبية. نعطي مثل لنكون قريبين، كانوا بيقدروا يأجروا، كانوا بيقدروا يرهنوا، كانوا بيقدروا يعملوا عليه ما يسمى السواب أو ما يسمى الأوبشن، يعني خيارات. كان في إرهاق بهذه الموجودات الذهبية. تأكيدا على المنع لهذه يعني لكل هذه الأعباء التي يمكن أن تكون ممكنة بالقانون الحاضر، يعني المنع كان يشمل فقط التصرف، نحن وسعنا هذا المنع ليشمل كل الأعباء الممكنة التي كانت قد تطال هذا الدهر. لكن هذه أول نقطة، أول شغلة كتير أساسية، يعني شغلة من يتصرف بخلاف هذا القانون، يعني إذا بيعوا، إذا أرهقوا، إذا أجروا، إذا رهنوا، إذا 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 لم يكن هناك من عقوبة، فنحن دخلنا بهيدا التعديل عقوبة، وهي عقوبة جنائية، يعني جناية، هي 3 سنين وما فوق. هيدا كمان تعديل أساسي. ثالث نقطة كمان ذات أهمية، هي الغينة لكل مرتكب، لكل مرتكب أي حماية، أي حصانة، أي حصانة من أي نوع أتت ومن أي مصدر كان ومن أي طبيعة ومن أي يعني مصدر أتت، هيدي الحصانة أسقطناها عن كل مرتكب يطال الموجودات الذهبية. بهيدي المقاربة نفهم كتير منيح إنه التعديل اللي تقدمنا فيه باقتراح معجل مكرر له صفة العجلة، لأنه اليوم عم بيصير كلام نحن عم نسمعه ومنا قبلانينه من خلال هذا الكلام يلي صدر عن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، وبالتالي هناك عجلة لإتمام حمايته. هذا التعديل الحمائي يذهب بهذه الاتجاهات الثلاث، توسيع مدى التطبيق، العقوبة، ورفع أي حصانة ممكنة عن المرتكب. هذا هو الأساس بهذه المقابلة. بعد عندي دقيقة سعادة النقيب ملحم خلف، هذا عم نحكي عن الموجودات الذهبية، ماذا عن الفرصة الذهبية لانتخاب رئيس جمهورية؟ هل رح يكون عندكم أي موقف كنواب تغيير لتظهير مواصفات الرئيس؟ نعم نعم بالتأكيد، ونحن عنا هلأ اجتماعات مفتوحة، والمقاربة هي مقاربة حول غير الشخص، يعني نظهر من الشخصانية لنذهب إلى صاحب المشروع الإنقاذي الذي يمكن أن يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف ويحكم ضمن ما يقال من المؤسسات الذي هو يجسد الحكم ويكون هو الجسر بين كل الأطراف لتسقط الاصطفافات أيا تكن هذه المشاريع الاصطفافية. من يهم هو إنقاذ الوطن، فالمؤسسة يجب أن يكون على أعلى مؤسسة في لبنان شخص ذات مواصفات كثير مهمة بمشروع كثير مهم، ويكون هو الجامع الضامن الحاضن لكل أبناء هذا الوطن، وإلا لن يكون هناك إلا اصطفاف آخر وإلا وجهات نظر يعني تجربتنا السابقة فرجتنا قدي لا يستقيم الوضع مع هيك تجاذبات. لذلك نحن في صدد إتمام مقاربة كتير يعني جدية وحثيثة نقترح من خلالها الشخص المشروع وليس الشخص كشخص. بدي أشكرك أنا النائب النقيب ملحم خلف. انتهت الحلقة، بدي أشكر المستمعين والمشاهدين، بدي أشكر ضيوفي وزير الإعلام زياد مكاري، النائب ملحم خلف، ورئيس الرابطة المارونية السفير الدكتور خليل كرم. الموعد يتجدد السبت المقبل، إعادة بث هذه الحلقة عند 9 من هذا المساء. إلى اللقاء.